ممكن تتفضلوا معايا؟ على فين؟ الحاج عايزه. مش الزيارة ممنوعة؟ هو طلب يشوفكم. اتفضلوا. سلامتك يا اخويا، الف سلام عليك يا حبيبي. انا كنت عايز اقول لكم بس ان انا خفيت وبقيت كويس. بركه من خير يا ابو. انت ما بتجيش تزورني ليه يا عادل؟ يا عادل انا صالح يا ابو. وحنان مراتك فين؟ بجيبها لك يا ابو حاضر. طيب ولا تجيب ياسين وفرح معاه عشان وحشوني وكنت عايز اشوفه. عادل حاضر يا مشيت يا عادل؟ لا يا ابا، هنا لا جنبك يا ابا. طيب طيب ما تخافش يا حبيبي، انا معاك ما تخافش.